سكوب ماروك، متعة الإعلام الجاد والهادف مع نخبة من الصحفيين الشباب الذي جعلوا من أقلامهم سراجا منيرا لينيروا دربكم ويطرقوا بابكم بدون استئذان. وللمزيد من المعلومات والأخبار زوروا موقعنا على www.scoopmaroc.ma. المشاكل اللي كيتعرضوا لها السائقين هي في الليل، وكاينين بعض الاحياء اللي بعيده بحال مفتاح الخير، بحال حي السلام الشطر الخامس الشطر والقشلاق، كاينين الزبناء اللي كيركبوا مع السائقين المطقسين وكيمشي تما وكيهرب اولا كيجبد له 4000. هادو هما هذه اول مشكله. المشكله الثانيه وهي اللي كتغرق السائق وهي القاعه دركو الناس كتخلص ستاسيون مو ديالها 3000 ريال الشهر، وكتمشي كتبغي فين تبلاصي القاعه ديالها، القاعه كتلقاها عامره الفراشه. وعدت لقاءات مع السيد الخليفه الاول للسيد العميل الباشا، ما هو 6 لقاءات ما هي 10 ما غنحسبهمش لك، و بدون نتيجه. انا كنعتبرها بدون نتيجه. واخا اليوم غدا السيد القائد اللي تابع عليه القاعه ما كانش، هذاك ما كيدير لا حملات لا والو، كانه ما كانش في هذه المدينه كاع. هذاك ما عرفت ملي كدوي كيقول لك راه مريض، وحنا ما نعرفوش قائد تاع مقاطعه وكيتشكى مريض، لا مريض يمشي يريح في دارو. هذه راه مسؤوليه وامن ديال المواطنين، خاصو هو اللي يشرف عليه الاولى. ثانيا الناس الارباب سيارات الاجره قال لك حنا ما غنبقاوش خلصوا هاد ستاسيون مول المجلس البلديه، وستاسيون مول كتستافد منه المجلس البلدي، كيرد دخل المجلس البلدي، وحنا الان ما عندناش ولا قاعه مدينه سطات، كنا نسطر عليها ولا قاعه للبتي تاكسي مدينه سطات. نرجع للطلبات لقاء، انا عبد ربي 5 طلبات لقاء اللي درتها للسيد العامل ديال مدينه سطات، وكنتحمل فيها مسؤوليتي. السيد العامل من نهار تعينه صاحب الجلالة عامل على اقليم سطات ولا نقبه، وكنعاود ونكركها ولا نقبه استقبلها. كتجي عندو كدير طلب لقاء للسيد العامل، العامل كيحيلك على السيد الخليفه الاول او يحيلك على السيد حسن حضار رئيس قسم اقتصادي، وحنا بغينا نعرفوا الدور ديال هذا السيد العامل اش كيدير في هذه المدينه. حتى السيد الكاتب العام ما كيستقبلناش، واخر لقاء اللي كانوا فيه اربعه نقابات وكنسطر عليها حتى هي اللي درنا طلب لقاء العامل وحنا على الكاتب العام حتى لاخر لحظه، تبقات 10 دقائق وحنا على قسم الاقتصادي رئيس قسم الاقتصادي. حنا كنعرفوه، حنا كنمشيو عندو بلا طلب لقاء، ولكن حنا كنبغيو نبلغوا المشاكل ديال القطاع، الناس المسؤولين على اعلى مستوى باش يفكوا لنا هذه المشاكل. هاد السيد العمل وكنعاودها وكنكركها 5 طلبات لقاء، وباقي عندي ما كندويش من الفراغ، كاين عندي 100 تويت. هاد السيد ما كيستجبش لا للناس العمل الجمعوي، حتى هما الجمعيات ما استقبلوش، لا الناس النقابات ما استقبلوش. بغينا نعرفوا هاد السيد العمل اشنو هو الدور ديالو في هاد المدينه، ما لا 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 لا, لا كان على الدور ديالو يسني كوري تيسني كوري، راه الكوري ما كيسنيش، راه كاينين الناس ديال السائقين سيارات الاجره اللي كيبدلوا السياره ديالهم ورقه ديال طلب باش تبدل السياره من سياره كتبقى 15 يوم. وهذا حنا كنقولوا تقريب الاداره من المواطنين، وكنقولوا العهد الجديد، هذا السيد ما كاين لا عهد جديد معاه ولا عهد قديم، هذا السيد مازال ساد عليه بيرو ديالو، كيستقبل الناس المسؤولين الكبار ديال المدينه، كيستقبل الاعيان ديال المدينه، اما الشي الاخر كيقول لك انا ما عندي ما ندير به، غادي يجي يصدعني. انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتها هذه في هذه المدينه. حنا الطوموبيل كيبدل السيد كيبغي باش يمشي يخدم كيعود 15 يوم وهو مريح، الطوموبيل الاولى دفع لاميزو وخرج جديده هو سبه وبقى مريح 15 يوم، بس السيد الكاتب العام او السيد العامل كيسيني لك ورقه وخاصو يسيني على رئيس القسم الاقتصادي، بلا ما يسيني انا السيد الكاتب العام ولا السيد العامل، رئيس القسم الاقتصادي يسيني ويعطيك السيد يمشي يخدم ديالو. ولا باقي شي اسئله الاخ يوسف؟ مرحبا. على مستوى اتهامات كيوجهوها المواطنين والزبناء لبعض سائقي سيارات الاجره اللي عندهم بعض الممارسات الشائنه،
من خلال استخلاص 10 دراهم بالنهار، بعض الممارسات اللي كتتعلق بممارسات تناول المخدرات او الكحوليات داخل السيارات. واش هذا الشيء كاين في القطاع؟ ولكن بعض ذوي السوابق العدليه اللي كيسوقوا سيارات وعندهم الكونفيونس رخصه الثقه. سي نجاوبك سي يوسف على هذا السؤال. السؤال كاين، وهاد الفئه كتعاني منها سيارات الاجره، وماشي غير في السطات سي يوسف، فعلى صعيد الوطني. انا نعطيك خير دليل وهو ادماج السجين. حنا كنت مع داك الربيع العربي ومع داك الحراك، جاو كاينين الناس اللي كانوا عندهم عده سنوات في السجن وانضموهم بالقطاع وعطاهم رخص. كاينين الناس اللي دون المستوى، وكنقولها وكنتحمل مسؤوليتي ثاني فيها، كاينين الناس اللي كيتخلصوا ب 10 درهم الواحد. كاينين الناس كيديروا الفوضى امام محطه القطار. كاينين الناس السيد يوسف في جميع المجال. كاينين الناس كتكمي في السياره اللي كيكون غادي بالزبون وكيكمي، هو قانونيا ما خصهاش تكون. كاينين الناس اللي كتكمي الكيف، كاينين الناس اللي كتشرب في الليل، ولكن هذا كيبقى الدور ديال المواطنين. المواطن غدا كيجي كيتشكى منك، ركبت مع فلان ولقيته كيشرب، ولكن خص ذاك المواطنين يديكلاري بيه. راه حتى المواطن توا عنده دور هنا، حتى المواطن توا عنده دور، حتى كتكريسا او جا يقول لك هو عاد تكريسي في الطاكسي. الطاكسي الشيفور معروف اي حاجه شتيق الا كاين البيرو ديال البوانتاج وكاين البوليس. حتى البوليس هما كيقول لك اسيدي ما جاتنا حتى شكايه. ايوا كاين واحد النقطه اللي كنشكر عليها السيد الباشا الخليفه الاول، وهو فعل المجلس التاديبي. كاينين دابا الناس اللي كيمشيو زبانه كيشكيو وكتخاض بالراي ديالهم، وكيدوزوا مع السائق في المجلس التأديبي، وكيتكل على رخصه الثقه للسائق 15 يوم. هذه بديله حسنه، كنشكر على السيد الباشق. اما هذا النوع كاين، حنا ما غاديش، حنا كاين الصالح وكاين الطليح، وكاين الناس الشرفاء كيجي كيركب الزبون مع السائق، بسم الله البلاصه الفلانيه كيوصلك وياخذ 7 درهم ديالو. تلحق 8 10 درهم، الخمسة الصباح حتى الخمسة الصباح 10 درهم. هذا هو الطريف اللي كاين في مدينة سطات. وشكرا سي يوسف. بالنسبة لي شنو هي الرسالة تاعك للمسؤولين ديال المدينة؟ بالنسبة لي رسالتي إلى مسؤولي المدينة، خاص شوية الحزم من الناس تاع الأمن، حيت كاين شوية كاين انفلات، كاينين بعض السائقين كيحرقوا الأضواء وبدون حاسب او رقيب. بالنسبه لرخصه الثقه خاصو يتعاد فيها النظر. انا كنقول من هذا المنبر خاصو يتعاد فيها النظر، حيت كاينين الناس دون المستوى داخلين معنا في هذا القطاع، وكنديو التتبعيات ديالهم. حنا كسائقين اللي 17 عام، انا عبد المدنب اللي كنتكلم معك 17 عام وانا في هذا القطاع، والناس اللي كانوا معايا كاع الله يرحمهم. وكاين واحد النقطه اخرى رسالة من هذا المنبر للسيد الباشق، باش تعاد النظر في رخص الثقه اللي معطياك. دركا حنا معدود علينا كسياره اجره، كاين عندنا 8000 ويش رخصه، ولكن اللي كيمارس ما بين الصنف الاول والصنف الثاني يلاه 753 طاكسي. نضربوها في جوج كتكون 1400 سائق. حنا كنطلبوا من السيد الباشق باش هو بالاجتماع معاه راه غادي في هذا المنوال كنصيفط للناس ديال الامن باش يعطيو الاحصائيات، ولكن حنا كنقولوا كاينين الناس اللي مستافدين من رخصه الثقه. الناس خاضوا لانتري ديالهم، كانوا في الامن، كانوا في اداره الضرائب، كانوا في العسكر وخاضوا لانتري ديالهم، وكيجي كيزاحمك حتى كسائق سياره الاجره. حنا حتى هاد النقطه الناس السيد الباشا باش يكمل في هذا المنوال اللي كان غادي فيه. وشكرا. ما كاينش شي فكره باش طالبوا بالتغطيه الصحيه والضمان الاجتماعي وبعض الخدمات اللي كاينه دابا كتفكر فيها الحكومه؟ بالنسبه لهاد النقاط السي يوسف، هادو نقاط اللي داولهم جميع المكاتب النقابيه. هذا كيبقى قرار، انا ما غنقولش حكومي، اما انا من هاد كنطلبوا يكون قرار ملكي، حيت الحكومات كتبدل حكومه وتجي حكومه وكتبدل حكومه، وكتبقى هاد الورقه ديما كيلعبوا بها، ديما هاد الورقه غنديروا حتى شي حاجه ما كاين. ولكن ملي كيقول لك هاد الحكومه اللي كاينه حاليا كيقول لك خاص السائق يخلص 8000 ريال، والسائق كيبرد 50 درهم او 100 درهم في النهار كاع الماكسيمو، وخاصو يخلص 8000 ريال.
فين غادي يجي خلاص؟ خلص الماء، خلص الضوء، خلص كرا، وعاد يزيد يخلص 8000 ريال في التغطيه الصحيه. هذا غالي على السائق. اي سائق في المغرب ما غادي، اللي سائق ماشي كنقول رب سياره الاجره، سائق ما غاديش يخلص 8000 ريال. كل شيء شي ثمن رمزي مستعدين السائقين ينخرطوا فيه. اما باش تبقى 400 درهم شهريا ما بزاف على السائقين، وما يمكنش ينخرطوا فيها، وغتبقى حبر على وراق وتا ملمن امانته. تحياتي، شكرا. شكرا سي يوسف.